الكثير من السيارات التي تقدم والكثير من سيارات المستقبل التي تشاهدونها أمامكم في هذا اليوم. الكثير من الفعاليات، الكثير من المنافسات، الكثير من المسابقات على هذا المسرح أيضا، والكثير من الهدايا والجوائز تقدمها تويوتا عبد اللطيف. جميل لكم زوارنا الكرام. المسرح في منتصف هذه المساحة لتويوتا، تجدون على يمينه السيميليتر، على يساره أيضا مكان للضيافة للجميع، وأيضا ركن للطفل. العديد من السيارات التي تتواجد بجانبها، الكثير من الأخوات بشعار تويوتا والإخوان أيضا. هناك أيضا زاوية أخرى لالتقاط صور لكم وترسل لكم أيضا مباشرة بشكل جديد وبتقنية جديدة. دعونا دائما وأبدا معكم في تويوتا، ننطلق للغد. سنبدأ عروضنا مباشرة من الآن بعرض إحدى السيارات المختلفة أيضا والجديدة. قد يكون اسمها معروف لدى البعض، ولكن هذه السيارة بهذا الشكل سنتحدث عنها بعد فيديو قصير لنشاهدها هنا بجانب المسرح. نشاهد الشاشة الكبيرة ثم نقترب من السيارة ثم نبدأ بالفعاليات المتلاحقة. أذكر فقط عند الأخوان والأخوات، سجل اسمك، سجل بياناتك وادخل السحب الكبير. زورنا الكرام في المعرض، هذا الفيديو كان يعرض هذه السيارة كورولا كروس الجديدة بهذا الشكل. حينما يتحدث شخص بأنه ينطق كورولا قد يستغرب هذه السيارة. بإمكانكم الاقتراب منها، مشاهدتها أيضا من الداخل. هذا التصميم أسطول سيارات الدفع الرباعي من تويوتا، وهي تويوتا كورولا كروس الجديدة. لكل من يسعى إلى الارتقاء في الحياة، نقدم إليكم تويوتا كروس الجديدة، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات. كروس الجديدة من تويوتا تتماشى مع نمط حياتك بشكل مثالي. طبعا الغريب رياضية بالدفع الرباعي وأيضا كهربائية، فيها مساحة تخزين واسعة وأيضا بأحدث التقنيات. كوريلا كروس تستكمل أجيالها السابقة اللي تعتمد على البقاء إلى جانب العملاء والاستمرار في التطور. من ناحية التصميم
وريلي كروس تجمع بين الفئه الاولى السي اتش ار والطراز الراف 4 اللي دائما يكبر ويتوسع باستمرار، مثل ما يشاهد البعض بجانب الان مساحه التخزين الكبيره ايضا في الخلف، هذه المساحه للتخزين بسعه 407 لتر حتى مع وجود الخمسه تركاب، وايضا مع طي المقاعد الخلفيه داخل مساحه اكبر بالنسبه لكوريلا. كوريلا كروس تتوفر بمحرك رايفر سعته 1.8 لتر باربع اسطوانات، يجمع يعطي القوه المجتمعه بين المحركين. ايضا كوريلا كروس قطر الدوران فيها 5.2 متر كحد ادنى، يعني يجعلها الاصغر في فئتها اللي تفيد في المساحات والطرق الضيقه وفي مواقف السيارات. لم تغفل تويوتا ابدا وميزات السلامه النشاط والطرق الضيقه تنفع معك، تخزن فيها مساحه اكبر والصرفيه فيها اقل. هذا بالنسبه للكوريلا كروس الجديده، والجديد لدينا في تويوتا الفعاليات المستمره مع زميلي حسن بريف على المسار. شكرا لك يا اخوي محمد. الان راح نبدا فقرتنا على المسرح اللي راح يكون فيها تحديات ومسابقات لابنائكم الصغار وايضا للكبار، راح تكون عندنا العديد من الجوائز اللي راح نقدمها الان. تقدرون تشاركون معنا على مسرح جناح تويوتا عبد اللطيف جميل. لكل الزوار اجي واقول الان فقرتي ابتدت، يلا تعالوا لي عند المسرح، خلونا نبدا التحدي والتنافس مع ابنائكم الصغار، خلونا نعيش اللحظات الجميله مع الفقره القادمه زوارنا الكرام.